تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية كل احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، أرسلت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة فلسطين 65 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية تقدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه لدعم الأشقاء في قطاع غزة. الشحنات الطبية المصرية شملت مستلزمات للجراحة والحروق والتجميل ومكافحة العدوى، بالإضافة لأسطوانات الأكسجين ومسكات وأجهزة التنفس الصناعي ومضخات المحاليل ومستلزمات تشغيل الطوارئ والأقسام الداخلية وآلات طبية للجراحات الكبرى والصغرى. وشملت شحنة المساعدات الطبية المرسلة إلى فلسطين أدوية التخدير والمراهم والمسكنات والمضادات الحيوية وغيرها، بما يضمن توفير أهم الاحتياجات الطبية للأشقاء الفلسطينيين، ويؤكد على استمرار دور مصر الريادي تجاه كل أشقائها العرب.